مرحبا، اليوم رح نحكي عن النظافة. أهم شي عنا هلا، لأنه إحنا في فيروس كورونا، لازم يصير في عنا التباعد الاجتماعي. يعني لما بنشوف أصحابنا بنسلم عليهم، بنكون بعاد عن بعض، ما بنقرب لبعض، وبنأشر بإيدنا لبعض. كمان لما بدي أعطس أو أسعل بستعمل المنديل، وبس أكمل بغسل إيدي بالمي والصابون. هون في عنا هدول الأصحاب، ثلاثة مع بعض قراب لبعض، هاد تصرف خاطئ. السلوك الصح إنه يكون في مسافة بيننا وبين أصحابنا لما بدنا نتحدث مع بعض. كمان هون بنسلم على بعض بالإشارة، مش لازم مصافحة باليد، وأهم شي الكمامة نكون لابسينها. كمان لما بدنا نروح على السوق أو بنكون متجمعين في مكان، يكون في مسافة بيننا وبين اللي قدامنا، ما نكون قراب كتير لبعض دائما. كمان ضروري نغسل إيدينا بس نمسك أشياء، أو نرجع من السوق، من المدرسة، أثناء اللعب نستعمل المية والصابون، نستعمل الماء والصابون. هاي الطريقة اللي بنغسل فيها إيدينا عشان الجراثيم العالقة بإيدينا تروح بعيد. في أغنية كتير حلوة لازم نتعلم نغنيها لما بنغسل إيدينا. يلا نغسل إيدينا بالمي والصابون، نفركهم كتير منيح لا تهرب هالجرثومة، فيروس ابعد لا تيجي، أهلي وأصحابي بحميهم. خطوات الغسل الإيدين: نفتح الحنفية عشان ينزل المي، بنبل إيدينا كويس، بنحط الصابون وبنغسلهم ونفركهم منيح منيح، بعدين بنشطف إيدينا بالمية عشان تروح الصابونة، وبنستعمل منشفة نظيفة بننشف إيدينا فيهم. هلأ إذا كنا في مكان مش موجود فيه مية وصابون وحنفية، أو كنا يعني ماشيين بالسوق، لازم يكون معنا معقم الهايجين، وأهم شي كمان الكمامة تظلها موجودة معنا. هاي الأمور اللي لازم إحنا نراعيها أثناء غسل إيدينا أو تعاملنا مع الأشخاص اللي حوالينا، مع أصحابنا. أوكي، يعطيكم العافية يا حلوين.